FM. الكل ملك. نمشي ونسمو سي حسن الغضبان إش قال في المسألة هذه وبعد نحاول ناخذ كومنتير من عندك سي رجال. هو ابتداء الموضوع اللي نعتبر انه اعمل منه زوبع هو اداره التيليزير مش مضيفه، المضيفه من حقها باش تلبس اللباس اللي تحب، وهو في المساله هذه يقرها الدستور سواء في الحريات، وكذلك هي من حقها باش تختار في الاسلام الشيء اللي طرح فرض، بالتالي ما ينجموش يعارضوها بهذا. ولا اعتقد انه لباس محجبه لغطاء الراس يفسد التوجه ولا برنامج ولا وحده شركه تيليزير ابدا، وعلى كل هذا اختيارها ولا يمكن انها تناقش في اختيارها. احنا مع الحريات، المراه اللي تحب تتغطى تتغطى، واللي تحب تتعرى تتعرى، اما اللي تتغطى ما نحرموهاش من ممارسه عملها. عندنا في الجيش وعندنا في الامن نساء توا متحجبات، شو المانع باش تكون متحجبه والعامله التقليد كيف يقول سي رجاء تعمل تقليد على روحها؟ وهي فين لا فساد مهني ولا فساد جمالي ومظهري، وبالتالي انا الرأي وأنه شركة تيليزير هي اللي أفتت في الأمر هذا، بالإضافة لأنها تصرف غير حضاري لم تستجب لحكم القضاء. ثور شركة في مستوى تيليزير ما تستجيبش لحكم المحكمة الإدارية، ما نشكون حبول يستجيب لحكم المحكمة، بس يقولوا دولة القانون والمؤسسات ما عليها إلا تستجيب. وجود المرأة هذه بتقريتها على رأسها لا يفسد العمل أبدا ولا يفسد الذوق أبدا. وثم الأصل في المسألة أنه بعد دستور 27 جنفي 2014 الأصل أنه إذا كان عندهم هما تراتيب داخلية مثل تتمشى مع مقتضى الدستور هما لازم يغيروا، أما المرأة هذه ماشية مع الدستور سواء في مسألة الحرية العامة من حقها باش تكون حرة، ثم في مسألة الإسلام الصف الأول الإسلام يقول المرأة تلبس واللي ضربها بخمرهن على جيوبهن، هذه اللي ناقشها حتى واحد وما ناقشها الا جاهل مثل هذه، وبالتالي من حقها دستوريا واسلاميا انها تلبس اللباس هذا ولا يفسد اي شيء في عمل التنيسير. وبالتالي انا رجايا شركة التنيسير تفهم المساله، والاصل هاني قلت نرجع لنقطه اساسيه، الاصل ان لازم التنيسير تغير امورها اللي تتماشى مع الدستور ومع الحريات بعد دستور 14 في 2014. كاب اف ام الكلمه ليك.